كما أكد محافظ صلاح الدين في كلمته أن المرحلة المقبلة ليست سهلة، ولا بد لنا من منع الإيرادات الخارجية من العبث بمناطقنا، مشددا على أن العدو يلفظ أنفاسه الأخيرة الآن، وعلينا التعاون للقضاء عليه والاتجاه نحو بناء العراق وفرض زيادة القانون. كرامتكم هي هدفنا، واستقراركم هو واجبنا، وإن شاء الله نكون أقرب إليكم في المرحلة القادمة اللي تتطلب عمل متآزر من قبل القوات الأمنية وال يعني الأهالي. نعتقد بأن المرحلة القادمة ليست مرحلة سهلة، قد تكون المنطقة كلها تعصف بها إرادات خارجية. احنا نريد منطقة أن تكون بعيدة عن تأثير الإرادات الخارجية. العدو يبقى يحاول ويلفظ أنفاسه الأخيرة إن شاء الله، لكن لازم نكون حذرين ومتعاونين. القضية واضحة، أعتقد بعد هذه الأحداث اللي مرت بها المنطقة اختفى اللون الرمادي وأصبحت أما أسود أما أو أبيض. الأبيض هو الاتجاه العراق والدولة وسيادة القانون، والأسود هو داعش ومن والاه. فإحنا لازم نحدد موقفنا ونرفض كل أسود مهما كانت انتماءاته ومهما كانت قراباته، ونروح باتجاه أن نكون عراقيين أولا. يجمعنا هو خيمة العراق، فإحنا العراق ننتظر أنه نحمي العراق، وبنفس الوقت العراق يكون خيمة للجميع ويقدم خدمات لكل العراقيين، ويكون المكان اللي يحتضنهم ويحافظ عليهم. اللي يريده هو العراق اللي يهتم بأمن المواطن ويحافظ على كرامة المواطن. كلنا عراقيون، لنا حقوق وعلينا واجبات. من يتجاوز على حقوق العراقيين ليس بعراقي ولا يريد الخير للعراق. إن شاء الله يكون القادم أفضل بوجود الخيرين من أبناء الشعب العراقي، وبوجودكم وتكاثف الجهود بين كل حلقات ودوائر المحافظة في المستقبل الناصع.